السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الوزير الرياضة السابق برناوي، وين يعارض رئاسة عمار شرف الدين عمار لهيئة الفاو، وين رافي سيمانه ولا قال لهم نعترف به وراجل ذو مستوى ومنامنا ما كاش منصب اي دور عليه، ما عاونوش باش يكذب مولوديه اي دور عليه، حاج علاه هو شكره بالك بالك شرف الدين عماره مع الدوله ومع السلطه وهاي هاي منا ومنا ومنا، بالك يشفع له باش يكذب المولوديه. برناوي همه الوحيد يا اتحادية، مكاش اتحادية مولودية، مكاش مولودية اتحادية، وتزيد وتشوفوا من على 5 سنين ولا 4 سنين يترشح، عقلوا ليها شنو نقول لكم، هات يبكي عليها يشوف لي عليها يحلم، خاطش كان الحلم تاعو باش يعبس على الدراهم، يعبس هاك على الدراهم، دراهم الشعب مي بغي يتحاسبوا يقول لك اموال الشعب. شي تعجب لي تاع اموال الشعب، يطلب له 500 ألف تاع ولاد لا ولا عبيد، لازم تروح تاع عارفك بلي تايا انت لا لا سيرونس لا سيدي عباس لا بكال تاع حاجه، اي دلقاك روح جيب لنا لا سيرونس، تجي لنا تاع تيتس لا سيرونس تاع تقول لك طلع تاع المستغالي لا سيرونس كبيره، هود لا سيرونس كبيره، تسمى تقول تسير تايا تايا تولي ما تروحش تايا تكره صايك ما تروحش تايا ما تروحش، هذه لا هذا هو الحلم تاعهم، هذو مليار زوج ماشي تاعهم، يتهموا بالملايير هذو، وما يبغوا يحاسبوا يخرج يلعب الشعب غايضه كيما ذاك محمد سعد امين العام تاع الاتحاديه الجزائريه، خطره هدرت على تاع الجنوب عاود ركز على تاع الجنوب وقول لهم لازم تاع الجنوب ولازم منه ولازم الناس اهل الصحراء وكلش، ولا تتفكروا شي صوالح غير مي تكونوا في السريفه، تبغوا تبينوا باللي متضامنين مع كاع يا لي كونار يا لي فوايو يا لي ترابر، انتوما هما لي ترابل لي فيرا. وين عرض وزير الشباب والرياضة السابق رؤوف سليم برناوي فكرة ترأس شرف الدين عمارة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على الأقل في الفترة الحالية والى غايه شهر ديسمبر المقبل، واعتبر رؤوف سليم برناوي في حوار خاص به موقع الشروق انه كان من الاجدر والافضل الاستمرار الرئيس المنتهيه ولايته خير الدين زكي ومكتبه الفيدرالي الى غايه 31 من شهر ديسمبر 2021 وهو تاريخ نهايه السنه الاولمبيه. وأضاف برناوي في سياق أنه انتخابات الاتحادية الرياضية كان من المفروض إجراؤها شهر أوت المقبل، معتبر أن فترة ما بين شهر ذاته وشهر ديسمبر المقبل ستكون كافية لتجديد هياكل كل الاتحاديات بأفضل طريقة ممكنة. زاد تكلم المتحدث ذاته أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كان عليها تأخير أشغال الجمعية العامة الانتخابية إلى تلك الفترة حفاظ على استقرار المنتخب الوطني الجزائري بدرجة أولى. تحسب باللي شو يسمحوا لي وأنا والله العظيم هذا كاين واحد الله يزيدهم زلة على زلة إن شاء الله، هي بكل حال والله يزيدكم زلة على زلة، كاين ناس شوف هذا الغياط هذا يعايروا في زتشي، كانوا يعايروا في زتشي بصح جا بالماضي مع زتشي، خرج كاع بردكم، حنا كنا نقول لكم باللي زتشي بالماضي زتشي، خرج بالماضي هذه ما شفتوهاش نتوما، نهار اللي دار بالماضي تصريح ونفتخر به خاطش كاع دخلكم في حيط، كاع انا نفتخر بجما بالماضي، كاع قعدكم على اسبوع صغير. قال لكم انا يا زتشي انا جزء من هذا النجاح، وزتشي ردني ناجح، قاعد داركم في اسبوع صغير، انتوما اللي كنتوا ازلام زتشي، اللي يقول لك ازلام زتشي، زتشي بالماضي
ما حسيتوش به، ما نشعش نشعة مليحة، خلوه تا ينشع لكم نشعة مليحة، يعاود لكم نشعة شابة بما تحسوا به، نستعرب به الجمال بالماضي، كاع برتكم، كاع خرجتوا وليتوا تعايروا في زتشي، أزلام زتشي زتشي أزلام زتشي، خرج بالماضي، خلينا أنا الشرفاء، راني نهضر على ذوك كيما ذاك الغياط، كيما ذوك اللي يدوروا كساشية، خلينا ناس اللي قاضين مبادئ تاعهم، خلينا، راني نهضر على الناس. والناس اللي في لي كومونتير اللي لعبوها بصح زدتي بالماضي قعدكم كاع الاسبوع يصغير قال لكم انا مع زدتي انا ماذا بيا استمراريه تاع زدتي قال لكم زدتي جعلني ناجح زدتي اعطاني كل شيء قال لكم لازم لي يجي يكون كيما زدتي تما زدتي ما يتغير زدتي يقعد مور لي زار ويقعد هو ينقص انتوما ضد زدتي ومع بالماضي بالماضي مع زاتشي وضدكم انتوما قال لكم انا خلوا لي بالماضي قال لكم فوركم كاع كيما راكم ونستعرب بك يا جماعة بالماضي في هذه نعترف بك خاطر علاه اكدت لي الكلام تاعي اللي كنت نقوله من قبل تقول لكم بالماضي زاتشي وزاتشي بالماضي انا كنت نقيسها بمعنى مخالفه كاع كنت نقول لكم كاين الخاين وكاين العساس تاعه كنت نقولها كيما هكا انايا كنت نقول كاين الخاين وكاين العساس تاعه بصح هي بانت هيا انتوما على ما تهضروش علاكم ساكتين كي ننسى على ما تجبدوهاش هذه الكلمه هذه مي قال لكم زاتشي انا يقعد زاتشي قالت برنا بانيك جاما بالماضي عرض برناوي انتوما كنت برناوي عرض برناوي على السلطه السلطه قالت له لا هيا بالماضي قالت لكم فوركم اقعد اقعد تشيت لي اقعد تمسح لي صباطي كيما نبغي انا انتوما ضد زاتشي انا مع زاتشي انا نهدر مع زاتشي يوميا انا يا انتوما ضد برناوي ضد امين لابدي امين لابدي يقعد قعدوا عليه انتوما امين بالما امين لابدي يقعد وامين لابدي هو الكل في الكل على بالكم التاليه التاليه غادي مين يجمعوا غادي يعطيه نقاط يقول له هذا امين لابدي هو الرسمي انا نجي نهار تربص ونروح نقعد معاكم ما والو بصح لي نظم كيما يهدر امين لابدي سمعوا له اقسم لكم بالله العلي العظيم انتم ضد امين لابدي وقيل ما عادش كيتعايروه يعني ما عاد كاع كيتعايروا بصح انا قلت لكم نهار الاول امين لابدي يقعد محمد سعد يقعد فلان يقعد فلان يقعد فلان يقعد وزاتشي يقعد مور لي زار ني موالي بليس خاطر جاما بالماضي قال لكم يقعد صح ما يقعدش للشعب الشعب ما يشوفهش بصح يقعد مور لي زار كيما نهار لي الاتحاديه قالت لكم جاما بالماضي هو المناجر العام تاع ليكيب ناسيون من بعد خرج شكون هو المناجر دروك غادي يبان لكم ديرك ودروك هو الرسمي ويهدر ويتحدى وما على بالو تم واحد امين لابدي شفتو كيفاش هيا خرجوا هضروا نتوما خرجوا هضروا هيا خرجوا هضروا شو هيا هضروا قولوا له جاما بالماضي كيما قلت منه هذيك ما سمعتوهاش يا يا لي فيرا يا ستاتيد تحوسوا كيفاش تهضروا على العاطفة تاع المواطن الجزائري بصح حنا الحاجة اللي فينا مشي مليحة مي نهضر لكم الحقيقة أنا الحاجة اللي مشي مليحة وأنا مستعرف بها مستعرف بها هذه أنا هذه هذا الديفو تاعي يقول لكم الديفو تاعي شتا ولا مي نهضر الصح كو جيت أنا نقول سهلة كو جيت نلعبها كيما ذاك الغياط نقارع 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 من بعد نخرج نهضر سهله هذه بصح لا احنا ما يسمح ليش ضمير تاعي ما يسمح ليش باش يكون خبيث انا مانيش خبيث انا يا تكون ما تكونش كاين زوج صوالح كاينه ما كاش وجبنا لكم بزاف صوالح وامنوا بها ولا طيروا غادي تشوفوا امين لابدي هو الكل في الكل قد جمع بالماضي بيدي بيرد اعتبار امين لابدي وزتشي يعني الكل في الكل ونهار اللي نكاليفو تصيب جامع بالماضي امير رابدي وزاتشي ويقول لكم هادو اللي عاونوني هادو اللي كانوا رجال خفاء ويرد لهم الاعتبار اقعد انت ضد زاتشي اقعد وان اضاف برناوي في سياق ان الانتخابات الاتحاديه الرياضيه كان من المفروض اجراؤها في شهر اوت وان من متحدث ذاتي ان الاتحاديه الجزائريه لكره القدم كان عليها تأخير أشغال الجمعية العامة الانتخابية إلى تلك الفترة حفاظ على استقرار المنتخب الوطني الجزائري يودي حاجة حاجة اللي كيف ناسو تحسب باللي زاتشي كان 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 غارديا
بهلول كان دو، محمد سعد كان تروا، الاخر كان سانك، واحد كان كات، واحد كان الله حاجه حاجه. ليكيب ناسيونال يا ودي، ليكيب ناسيونال خلوها رب، ليكيب ناسيونال يا خلوهم مع لونتينير تاعهم يترينو ويربحوا ويراخروا، انتم ما تهضروا على ليكيب ناسيونال. على مدى خسار يا كيما تخونوا الدراهم، ومن بعد ما تبغوا تحاسبوا بعضكم بعض تجوا للتلفزيون تكونوا تداو دراهم الشعب، صاير كيما هكا. وكشف انه رغم كل الاتصالات الكثيره التي تلقاها بشان فكره ترشحه للفاف، الا انه رفض. والله ما رفض، والله السلطه رفضتك وجاب بالماضي، دار الكل في الكل باش يفرضك، بصح ما طاحش، قالوا له انتهت انتهت، هذو ما يجوش. شاد هو ما قال لك طاق على زاتشي، قال لهم خلوه يقعد مور ليزا، المهم مين توشي كيما يشوف زاتشي موراي، هذه باش يكون على بالكم.